ما بقات مشى معهم ما باغي الروح ما احس بيا خلو قلبي مجروح بقاش في ديرك بابور اللوح قرصت عليها مامي صايب باغي الروح صوبكم مصوب اخوات السلام عليكم الافامي سمدي زاد ان شاء الله راكم لاحلى باس كما شفتوا في التيتر اليوم مجانيات نوريكم شنو وصلني ولا باش توصلت المهم مش كيما لي رياكسيون اللي فاتوا درنا دو فيديو المهم الى عجبوكم خلونا في كومونتير ديريكت الى نبقى نديرهم ولا لا بويس قلتوا لي كلي قال لي وانا بغيت ديجا اصلا نبدل في لي فيديو المهم ما نطولش عليكم وريكم شنو وصلنا يعني انا فاتحينهم من الاول كلي انا شريتهم وكلي وصلوني غراتوي يعني باطوليز كنظري وانتم تبغوا الباطل وكاع نبغوا الباطل حاجه باينه المهم نبداو عن عينات القهوه مجانيه فرنسيه لوري اسبريسو تشوفوا هنا في اللوغو لوري اسبريسو تجيب المعلومات تاعك هنا باكي اورديناير بي او كما تشوفوا مكاشي عند لادوان المهم هذه عينات قهوه جات في هذا الكوري نوار كما تشوفوا تخلص عليها كاين لي باكي نسحقهم كاع في الكومونتير كل ولايه وكيفاه وكل بوسطه وكيفاه وتقريبا هكا يتمشي الحال هكا اللي يخلصوا 13 دينار وكل اللي يخرج كل اللي ما يخلصوش المهم خلوا لي في لي كومونتير اسكو راكم تخلصوا على لي باكي ولا لا هذه واش يجي فيها ويجي فيها كاتالوج ديجا انا فتحتها من قبل وراهي مستعمله يجوا عينات كيما هكذا هما دي ثلاثه بيسك استعملتها وحاجه شابه وبنتها هايله يجوا كيما وريتكم هكا يجيو خمسة ماشي ثلاثة أنا راني فاتحها ومستعملها ويجي معاها كاتالوج هذه العينة الفرنسية لوري اسبريسو تاع القهوة المهم هذه العينة الأولى الثانية راني فاتح من قبل العينة الثانية باكي وصلنا كما معاك في شكل برية تشوفو مجان نورمالمون فرنسية كيما انا هذي ورقة تاع شغل كيما تاع كود بوستال يعني هذي هدايا ولا مجانيات ولا اشياء تذكارية من عند هذا الموقع من الشركة زوج بنابل تاع المطاط زوج لي ستيكرز كيف كيف في تلصقو هو اللي بغي يلصقهم في بيسي ما على باليش في حيط في طابلة بيرو اكسيتيرا زوج سكليك تزرب قال لي كيراك تشرحهم المهم نوريكم بالتفاصيل عن زوج لي ستيكرز هذو هذو مختلفين هذو تاع اليد ربعة هذو يتنحاو يتلصقو في اليد كيما تشوفو سي بون هذه المجانية الثانية الثالثة الثالثة فوالا كيف كيف باكي اوردينير كليك فانلز كيما تشوفو هنايا الجيريا هذا هو الباكي اللي لحقنا ولا الكوري اللي لحقنا فيه التيشيرت كنت عاود دومونديت واحد اخر هذا الزوج هذا الال اس نورمالمون بيسكو الاول ما جانيش نورمالمون اليوم متابعين الانستغرام تاعي اليوم ابونيوني ولا متابعيني في الانستغرام ما عارفينش راني نحكي هذا هو التيشيرت قلت لهم مقاس ما جانيش عاود كونتاكتيتهم بعثوا لي هذا الزوج هذا الزوج ما جاش معاه ملصق بصح الاول ما جاش في باكي كيما هكا جا في واحد اخر الا تبعتوا الفيديو السابق المهم هذا هو التيشيرت شباب كيف كيف تخلص عليه 13000 كل واحد يوم كيف خطرت ما نشان خلص وخطرات خلص المهم كما قلت لكم خلوا لي كامل في الكومنتار اشكركم تخلصوا ولا لا عن العين ولا المجانية الثالثة كانت وصلتني يعني ما بي او كيف كيف باكي اوردينير كما راكم تشوفوا هنا كاتالوج ورقة برودوي تاعهم كاتالوج ايه لعب علي كاتالوج كامل دوك تقولنا ورينا برودوي من يهدر هاني جاي بالعقل برودوي عينة صغيرة برك هاهي اللي عندهم هذاك المرض تاع الارتعاش اللي راه تعشو
اللي ديهم يزغدوا ولا اعضاء الجسم تاعهم. المهم هذا هو على حسب واش شفت لا مارك هذه هي. المهم تاع الاورغان، المهم دخلها في الاورغان. هذاك الموقع تاعهم هنايا، تقدروا تكوموندو فيه هذو لي برودوي تاعهم. المهم مرض ربي يشفينا منه ان شاء الله، ربي يعافينا. المهم بغيت نهضر مع سامي لابس كمان شويه، الفيديو كنت درتو قبل وعرفت هذه باش كنعاود فيه، ما بغيتش نكسر راسي ولا نفسك ما كنعاود نحكي فيه. المهم هذه من جنبها الرابعه، الرابعه الفيديو رانا رايحين فيه في 5 دقائق، معليش يعني كيف كيف لي كاتالوغ هذو سوانا كيف كيف مي بثو لنا عينات يكتشوفو تاع كوسميتيك ولا تاع لي برودوي الشيميك تاع البنات ولا تاع الولاد، ما على باليش وما قريتش وما على باليش تاعش. الا انت ولا انتي ولا سيرتو البنات اللي عندك لي زابوني في الانستغرام ولا ما على باليش تبغي هذا الدومين، بعثي لهم ولا كونتاكتيهم، بالك يبعثوا لك صوالح كبار على هذو، ديري لهم ريفيو ولا بيب ولا اي حاجه. المهم يبعثوا لك عينات صغار كيما هذا، اي واحد يقدر فينا يبعث له صوالح كيما هكا. المهم نكملوا، وريت لكم الماما ديال الرابعه اللي وريتها لكم بالي الشيميك طه على جه. وشريتو إيباي ميكروفون لاني انجيستري به دوكا كما تشوفوا، هذا هو، هذا هو الميكروفون لاني انجيستري به. مانيش شافي مليح شحال شريتو، مي بالك مفوت واحد 4 دولار، احترافي مليح تقدر تريكوردي به، كاليتي صون شابه كما كنت تسمعوا فيه. اللي يقدر يشريه ولا نخليكم الرابط كيف كيف رابط ديسكريبسيون ولا في صندوق الوصف. هذا هو المهم اللي شرحتو ولا حطيتو في الفيديو اللي فات والفيديو السابق. واش ثاني هنا شريت من غير بست 8 منتوجات صغار يعني مش حاجة. هذا تاع تايب سي نومامو ولا لا نومام، هذا هو اي اس بي صغير، تركب اي اس بي فيه ولا تربطه بحاجة مع الهاتف. واش ثاني ولا تاع تريبي. المهم هذه تاع هنايا تفرق بين الصوت والميكروفون تاع البي سي كما تشوفوا فيها، أداة هذه تحتاجوها سيرتو اللي يخدم لي فيديو كامل في البي سي ولا لي انجيستري. المهم وكاين سيبور دونك تشوفوا كما تشوفوا التصويره تاعو هنايا، هذا لاني ديرو دوكا كيما تشوفو سي بورتا تيليفون صغير. المهم مش حاجة كبيرة بلا كامل ما يفوتولكش واحد والله ماني شافي واحد 6 دولار ولا 5 دولار هاك ماني شافي مليحة. المهم هذو هما واش كاين فاني مو حاجة نسيناها، مراقبش مع التالي كاينة حاجة انا ما نبغيهاش وانتوما ما تبغوهاش. لي كاتالوغ أو قلت يبحثوا لي بحالي كاين مجانيات كما العادي شغل عينات تاع الموقع، هذا بحثوا لي الكتالوج برك تاع الشاحنات، ما بحثوا ليش يعني دي سوفونير تاعهم ولا لي سوفونير والو مكتوبة خلاص. أنا قلت يبحثوا لي بورتك لي تيشيرت تي اس بي حفايس هكا كيما نظاري والو. المهم نورمالمون هادو هما كامل لا مانيش غلط، هادو هما كامل لي برودوي اللي شريتهم ولا اللي لحقوني غراتوي كيما شفتو. ان شاء الله تكون فيديو عجبتكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وبيان سير ما نشرح نسالك شغل مش عندكم دي فيديو كيما نقولو حنايا واحد اخر بصح ما يعني نبقى في المجانيات ولا صوالح اللي بعثو لي ولا لي ريفيو ولا مراجعة المنتوجات ولا صوالح واحد اخرين. المهم الانستغرام تاعي كيما شفتو راني حاطط لكم في الديبي فوكا ربط ديسكريبسيون، عندك سؤال عندك حاجة ابعث لي نورمال نهضرو ما فهمتش كاش حاجة ولا ما على باليش بيسك راني اكتيف اني اكتف بزاف الانستغرام تاعي سامي بروتسيز بزاف يعني فيه اونلاين ديريكت. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، سلام.